صوت الرياضة في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أصدقائي، ونبدأ مع بعض حلقة جديدة من حلقات نجوم في عز الظهر. النهاردة عندنا ضيف دايما تلاقيه كده برضو من نجوم السوشيال ميديا، يعني تلاقيه بعد الماتش بالذات اللي بيحكمه نجم من نجوم السوشيال ميديا، لكن البعض يعني بيقول ان هو من حكم كبير لكن مثير للجدل في بعض الاحيان. كلام كتير وتفاصيل كتير هنحكيها النهاردة مع ضيفنا حكمنا الدولي رقم واحد في مصر ابراهيم نور الدين. اولا حضرتك وحشني جدا ومبسوط ان انا قاعد قدامك، وبشكرك على الدعوه الكريمه ديت، واتمنى لك التوفيق. واسم البرنامج جميل جدا 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 حبيبي. يعني لو في اسم هياخد رقم واحد في البرامج الرياضيه هو نجوم في عز الظهر، لان دايما كلمه نجوم في عز الظهر دي الواحد بيقولها لحد بيتوعد له، فاسمه جميل بصراحه. نبدا مع بعض كابتن ابراهيم، ازاي كابتن ابراهيم نور الدين الحكم رقم واحد في مصر ولم يدير او لم يترشح لإدارة مباريات في أمم إفريقيا الأخيرة، وازاي برضو في نفس الوقت إبراهيم نور الدين ما بتسندش إليه مباريات في الشامبيونز ليج الأفريقي ولا الكونفدرالية؟ ازاي؟ انا مش عارف والله. اولا بما يخص دوري الابطال والكونفدراليه، هم عاملين الكاف عامل سيستم مقسم الحكام، ومن فتره كبيره هم عاملين في كان الحكام اللي من حوالي 4-5 سنين كانوا اختاروا حكام عشان خاطر يبداوا يبقوا محترفين او نص محترفين، وبعد مرحله وبعد كده تبقى محترفين. كلهم كانوا في التوقيت ده اقل من 40 سنه، وانا كنت عديت السن، فما ساعدنيش الحظ ان انا كنت هبقى موجود في القائمه ديت في النظام الاحتراف الجديد اللي عملوه. فعملوا سيستم ان في مجموعه حكام مش في مصر بس، في كل الدول، ان كل مجموعه هتبقى موجوده في، عملوا ليفلز كده، كل مجموعه ليها عدد مباريات في كل مستوى يعني. بس لكن انا كل سنه بحكم في دوري الابطال ودوري الكونفدراليه في المجموعه اللي محطوط فيها يعني. في المجموعه، لكن اما بما يخص موضوع كاس امم افريقيا دي اختيارات الكاف برضو بناء على. بس ازاي انت رقم واحد في مصر وما تبقاش مرشح؟ انا مستغربه يعني. انت انا القائمه الدوليه لما طلعت ابراهيم نور الدين مكتوب رقم واحد، بس ابراهيم نور الدين مش موجود في امم افريقيا. ما هو دوت نرجع بقى ليه، لان في يعني مصطفى غربال في الجزائر رقم واحد وموجود، دي بقى حاجه بتاعت ربنا بقى وارزاق، واحنا ما يعني ما حاجه مش بايدك. ولا في حد متسبب في كده؟ والله ربنا موجود. ربنا موجود. مظلوم؟ لا الحمد لله. ما اتظلمتش خالص؟ كتير. كنت ممكن تبقى احسن من كده؟ طبعا. يعني كنت ممكن تروح كاس عالم؟ اتنين تلاتة. اتنين تلاتة كاس عالم؟ طبعا. ما رحتش ليه؟ ربنا مش كاتب لي. ربنا مش كاتب لك ولا ما حدش وقف جنبك؟ هو الكابتن جمال الغندور لما راح كاس العالم كان حد واقف جنبه؟ كل واحد بيقف جنب نفسه، دي ارزاق ربنا كاتبها. مش عشان خاطر انا رقم واحد في مصر او انا حكم كبير او انا حكم كفء يكون رزقي مكتوب لي ان انا اروح مكان. ممكن يكون رزقي متاخر لي في حاجات تانية اكبر من كاس العالم. ممكن يكون في. انت ردك عليا بتقول لي اتنين تلاتة على الاقل، ازاي يعني؟ ما هو كان المخطط اللي معمول لي في بدايه طلعتي في التحكيم من الكابتن جمال الغندور ان انا الحكم الوحيد على مستوى العالم اللي حكم في الدوري الممتاز وهو درجه ثالثه. انت حكمت دوري ممتاز وانت اصلا درجه ثالثه؟ وانا حكم درجه ثالثه. حكمت ماتش ايه؟ حكمت طنطا والمصري، ده كان اول ماتش ليا وانا حكم درجه ثالثه. وبعدين جمال غندور وثق فيك للدرجه دي؟ وبعدين السنه اللي بعدها بقينا درجه تانية، كابتن جمال بدا يدخل برضو في الاحلال والتجديد ما بين الحكام، جاب محمد الحنفي وحكم درجه تانية، وجاب عوض سعفان، وجاب مجموعه حكام درجه تانية بدا يدرجهم في المباريات، ومحمد الحنفي حكم وهو درجه تانية السنه اللي بعدها في الدوري الممتاز. دي كانت سياسه بيطلع بيها كان يعني. كان سياسه، هو كان عنده بعد نظر ان الناس دي تبقى حكام كويس، ان لا ان الحكام اللي موجوده على الساحه بيبدا يعني خلاص انهم بدا يعني سن الاعتزال اقترب، كان ساعتها لازم 45 سنه تقاعد. فهو كان بيجهز جيل جديد، وهو الجيل دوت حتى الان يعني يعتبر
هما اللي شايلين جزء كبير منهم، هما اللي شايلين الدوري يعني. هل حصل اتفاق بينك وبين لجنة الحكام ان هم يحطوك رقم واحد في القائمة عشان انت هتعلن اعتزالك في التحكيم؟ السؤال ده غريب، اتسألته قبل كده يعني ومش عارف مردوده ايه. بس هو انا، ما انا السنة اللي فاتت كنت حكم رقم واحد في مصر. هو من امتى وانا مش حكم رقم واحد في مصر؟ ما انا السنة اللي فاتت كنت حكم رقم واحد في مصر، ما اعتزلتش ليه؟ واللي قبلها كنت رقم واحد في مصر، ما اعتزلتش ليه؟ فده ما بلاش علاقة. هستفيد ايه يعني؟ انا اعتزلت التحكيم ولا رقم واحد او رقم سبعة يعني ولا رقم خمسة، هستفيد ايه؟ مش هستفيد حاجة. ايه الرقم ده؟ هل مثلا هيفيدني بحاجة في المستقبل؟ ما فيش. حضرتك انت، انا قاعد قدام حضرتك دلوقتي عشان خاطر انا ابراهيم نور الدين حكم الدولي، مش عشان رقم واحد. لو في ده واحد، حقيقي. لو في حد تاني رقم واحد برضه انت كنت هتجيب ابراهيم نور الدين، ده صح. مش كده؟ ده صح. بس خلاص. مين فاد التحكيم أكتر، عصام عبد الفتاح ولا جمال الغندور؟ الاتنين، أكتر. الاثنين، مفيش حد أكتر من التاني؟ الاثنين هم عندهم ميزة جميلة جدا، ان محدش فيهم صفى حسابات على حساب التحكيم المصري. كابتن جمال زرع والكابتن عصام جه استكمل زراعة او تنمية ما زرعه الكابتن جمال، وده شيء جميل جدا يعني. بس في ناس كان يقول لك اصل ده محسوب على جمال الغندور وده محسوب على عصام عبد الفتاح احنا وده مش، انت طبعا عارف انا قصدي ايه اه يعني. دي دي طب ما انا كنت مع الكابتن جمال الغندور، وكنت وانت مع، محسوب على جمال الغندور. كويس، ده شرف ليا. مين دخلني القائمه الدوليه؟ كابتن عصام عبد الفتاح. مين لعبني اهلي وزمالك بعد 18 سنه حكام اجانب؟ كابتن عصام عبد الفتاح. واكتر حد دعمني في تاريخ الافريقي وحطني في نخبه حكام افريقيا ايه بي وايه، كابتن عصام عبد الفتاح. فما بيصفوش يعني، هما الاتنين ما صفوش حسابات. او عايز اقول لحضرتك على حاجه، هو عاده يعني في مجموعه كبيره بتحب تعمل فجوه دايما ما بين النجوم عشان خاطر هم يبقى عندهم ماده مجموعة من يتكلموا فيها، الحكام، من الحكام، من الاعلاميين، من اي مكان. فجوة ما بين عصام عايزين عبد الفتاح فجوه ما وجمال بين الغندور. الكابتن جمال والكابتن عصام عشان خاطر هم يبداوا يستفيدوا، ياخدوا كلام من هنا ياخدوا كلام من هنا، بتبقى ماده بالنسبه لهم. انا اتعرضت للحمله دي من فتره قريبه، بس انا طلعت ذكي وان انا قفلتها. بس انت شاطر، لا مش شاطر. الاتنين حبايبك. الحمد لله، انا مصر كلها حبايبي. انا ما عنديش مشكله مع حد، لو في مشكله بينهم وبين حد تبقى من عنده هو مش من عندنا. ليه يعني؟ انا ما بسعاش ان انا اعمل مشكله مع حد. ملاك يعني؟ لا ما بسعاش ان انا اعمل مشكله مع حد يعني. الوقت عندي والضغوط اللي عليا في عملي وفي حياتي كبيره، مش ما بسعاش ان انا اعمل مشكله مع حد، وما بسعاش ان انا اخد مكان حد. لا سعيد في الاخر. لا خالص. لا سعيد، مع مين؟ حبيت تاخد ماتش الاهلي والزمالك الاخير ده؟ لا خالص. لا ازاي؟ كلم حد من اللجنه. ضغطت ضغطه كبيره على جدا مين؟ ما الكلام برضه ده بيتردد. على على مين؟ اللجنه، على اللجنه. على مين؟ طب انا هضغط ليه؟ عشان انت بتقول انا هختم حياتي واحلى عادي، ختام ليا ان انا اختم اهلي هات لي والزمالك. حد في لجنه الحكام يقول كده. طب اقول لك دليل على كلامي. اتفضل. الدليل ان انت اصلا كان في اختبارات الجري اللي كان عاملها بيريرا، كويس. انت ما جريتش، لا هقول لك على جيت حاجه، قبل الماتش هقول لك على حاجه بس. جريت، طلبت انك تجري انا وجريت هقول لحضرتك، واجتزت الاختبار. هقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. الاختبار ده كان اختبار عام. ماشي. انا ما بحبش الفشل، ما بحبش اخش على حاجه انا مش مستعد لها. انا كنت عندي ماتش الاسماعيلي وسيراميكا، وجالي شد، والشد دوت وانت في الماتش؟ وانا في باخر الماتش. تمام. حسيت بيه في الاخر المكان فحسيت في اخر الماتش وكملت. وكملت، طلعت لقيت في بدايه مزق. رحت اتعالجت وبلغت الكابتن محمد فاروق، قلت له ما تدونيش قبل ما يبقى في اختبار، ما تدونيش مباريات عشان عشان انا خاطر عندي انا مزق عندي شد وداخل على مزق. بدايه مزق، فخليني لحد ما اتعالج وهبلغك. اوكي تمام. والكابتن محمد فاروق يشهد على ذلك. تمام. بعد ما عملوا الاختبارات بيقول لي جهز الاختبارات، قلت له لا انا هروح الاختبار هسقط، ومش معقوله يعني ان مش هسقط، هتجيلي اصابه، فمش معقوله يعني اروح بعد العمر ده كله واطلع من التحكيم في الاخر انا مصاب. انا اكرم لي ان ما اخشش على حاجه لما اكون جاهز. عملوا الاختبار كويس، فبلغت الكابتن محمد فاروق، قلت له انا سليم وبدات انزل الملعب بشكل كويس. قال لي بس لازم يتم اختبار. كلمت مستر بريرا، قلت له انا جاهز على الاختبار، كلم المعدين البدنيين نزلوا عملوا لي اختبار، وصممت انا يصوروا الاختبار فيديو وانا هوريه لك. ليه؟ عشان ما حدش يقول لك ابراهيم عامل اختبار سوري كده. سوري وكلام من ده. انا ما بحبش حد يجاملني في حاجه، الحاجه اللي اقدر اعملها بايدي ما بعمل. اطلبش منها ان انت تعملها، لا تمام اما ما اعملهاش اساسا. تمام. ده اللي حصل. لكن انا مش اختبرت عشان العب ماتش الاهلي والزمالك، ولا هم كانوا عايزين يلعبوا ماتش الاهلي والزمالك. واقول لك معلومه كويسه، ما حد بامانه، تمام. بريرا ومحمد فاروق
محافظ الالقاب طبعا طبعا الكباتن طبعا بتوعي، طبعا محدش بيضغط عليهم ولا حد يعرف يضغط عليهم ولا حد بيضغط عليهم، ولا هم ولا اللي قبلهم، ولا في حكم يجرؤ ولا يقدر مهما كانت علاقاته وقوته ان هو ياخد ماتش بالاسم معين عايز ياخده. وانا ما كنتش اهو، انا هعتزل لو خدت طب الماتش وانت ده ليه زي ما اتحط، انت هتقول. اشمعنى انت اللي اتحطيت في جملة مفيدة وقت الماتش ده؟ اشمعنى انت؟ عشان خاطر انا قاعد قدامك، نجم؟ ما اقدرش اقول على نفسي كده، انت اللي قلت. بس انت حاسس انك نجم؟ لا 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 حاسس؟ لا لا خالص. لا اشمعنى بجد؟ اهو زي ما بكلمك والله، انا لازم اتخش في جمله مفيده في اي حاجه، في اي حاجه. ليه؟ نسبه مشاهده سماعيه او مثير للجدل. مش مثير للجدل. هو انا لما احترم نفسي وما اروحش اختبار، طبعا شو سؤال، لا لا، لما احترم نفسي وما اروحش اختبار وانا مش جاهز. على فكرة أنا لما عرفت، أنا ما كنتش أعرف المعلومة دي، بس أنا لما عرفت دلوقتي احترمتك. شكرا. بس أنا وقتها كنت مستغرب، الله، يعني هو دلوقتي احلو الجري لا لا عشان ماتش الأهلي والزمالك؟ لا لا، انا عشان بحترم نفسي وما احبش اخرج من التحكيم، حد مجاملني ولا حد حاجه خالص، وانا عارف ان الحكم دوت هيبقى حكم اجنبي قبل ما اجري، وانا عندي معلومه ان الحكم هيبقى حكم اجنبي. أسوأ مباراة عملتها ورجعت البيت مش طايق نفسك، الجيش ونجوم المستقبل، دي درجة تانية؟ لا في الدوري الممتاز. هو الجيش كان نجوم المستقبل؟ نجوم المستقبل ده لما كان لا، في الدوري السنة اللي الممتاز صعدوا فيها. ساعدوا فيها. أوكي، عملتوا كنا الطقم كله ما كانش شايف، فعلا؟ احنا كلنا ما كناش شايفين، عملتوا ماتش وحش أوي. وحش جدا 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 جدا. ومن المرات القليله اللي حسيت ان في فرقه اتظلمت من القرارات اللي احنا خدناها طبعا غصبا عننا، ليه؟ ليه غصب عنكم ليه؟ غصب عني، ما احنا بناخد قرارات واللي بيجي في التلفزيون غير اللي بنشوفه في الملعب، انا وزمايلي كلكم كلنا، انا في وزمايلي، وكان في الأسد. حكم اضافي كمان، يعني الحكم الاضافي وانا وكلنا بنبقى متفقين على حاجه في الملعب ونخش في الاعلام نشوف حاجه تانية خالص. الماتش دوت انا يعني عايز تنساه؟ مش عايز انساه، انا كنت اتمنى ان ما اروحوش اساسا، ان انا ما احبش ان يبقى في حد مظلوم بسبب قرارات انا خدتها. يعني ظلمت مين؟ نجوم المستقبل، نجوم المستقبل. القرار كان ضد فرقه نجوم المستقبل. كابتن ابراهيم نور الدين، جمال الغندور هو افضل حكم في تاريخ التحكيم المصري. طبعا. تجربة الفار انقذت الحكم المصري في اخر 3 سنين. لا ما انقذتوش، هي حققت اكبر نسبة عدالة، لان الحكام المصريين ما كانتش بتغرق، الحكام المصريين كانوا مستواهم كويس وكانوا بيحكموا، حكموا الاهلي والزمالك بدون سماعات وبدون فار ونجحوا، وراحوا بطولات افريقيا ورحنا عملنا كل حاجة. بس الخصام لا يزال مستمر ما بين ابراهيم نور الدين والمهندس فرج عامر. لا خالص خالص. خالص. ابراهيم نور الدين بعد ما يعتزل السنه دي، اعلام وتحليل الفقرات التحكيميه ولا اداره ويدخل لجنه الحكام؟ بعد ما اعتزل هقعد معاك قعدة كبيرة كده ونتفق، يستخير ربنا، اشمعنى انا؟ عشان بثق فيك جدا. لكن انت الاقرب ليك الاعلام صح؟ والله انا اتعرض عليا برنامج كبير جدا في افريقيا، وتواصلت مع مهندس هاني بوريدة ومشكورا جاب لي موافقة الكاف، وبعدين استاذ جمال علام طلب مني ان انا اجل الموضوع ده لحين الاعتزال، يعني عشان خاطر ما حصلش لغط، خاصه ان لوائح الفيفا بتمنع ان الحكام تطلع تحلل، ودي النقطه اللي انا عايز اقولها من خلال برنامجك الجميل ده. الحكم مش ممنوع ان هو يطلع يتكلم شان اي نجم، ممنوع فقط ان هو يطلع يتكلم عن احداث المباريات اللي بيديرها او اللي زمايله بيديرها، ده صح. حاجات فنيه، لكن انا محمد انا قاعد قصادك اهو. بس انت عارف ان كلامك صح، محمد عادل عمل اجمل مباراه في حياته، كويس مباراه الاهلي والزمالك، طبعا انا اسف، 5-3. تاني كلمه واحده طلع قالها ملهاش لازمه، ملهاش لازمه خالص، هو مش قصدك اتفهمت غلط. اتفهمت ما انا غلط، بقول لك اتفهمت غلط. اتفهمت محمد عادل غلط. حكم كبير محترم، ومحترم، مفيش هو خلاف. كان قصده اداره المباراه دي، بتدرس لنا في الكاف والفيفا ان انت انا بتدير بايدك المباراه. في ايه، بس ان الحكم ما يتكلمش فعلا عن قرارات خدها او زمايله خدوها، دي الصح، بس دي صح كده. عموما كابتن ابراهيم انت شرفتني، نورتني، كل سنه وانت طيب، رمضان كريم،
ويا رب ما اكونش تقلت عليك. كل سنه وحضرتك طيب، وانا سعيد جدا ان انا موجود معاك، وتقل زي ما انت عايز، انت نجم كبير ونتشرف ان احنا نبقى موجودين معاك. حبيبي كابتن ابراهيم الدين بشكرك، بتمنى لك التوفيق في حياتك اللي جايه ان شاء الله. وانا بشكرك. تبقى افضل واحسن كمان. ربنا يخليك، وانا بشكرك وبشكر الاستاذ وليد قاسم وفريق العمل بالكامل. شكرا لكم سعد. نهايه حلقتنا النهارده، بشكر وليد سعيد على الميكسر، رئيس التحرير وليد قاسم، والاعداد لعمر مراد. بكره ان شاء الله نلتقي على خير، حلقه جديده ونجم جديد قبل المعدة بساعة إن شاء الله. السلام عليكم. صوت الرياضة في مصر.